أولا نوجه رسالة الشكر لكل شيوخ الإمارات ونخص بالشكر المرحوم الشيخ زايد رحمه الله. أخصائي بصريات خريج القاهرة ودفعة سنة 89 وبدأت هنا في الإمارات من حوالي 10 سنوات. طبعا كنت في الأول. ليه اخترت الإمارات؟ لأن الجو فيها الدنيا منظمة والحياة هنا منظمة وكل شيء يعني منظم وفرص كويسة وكل واحد بيبقى عارف حاله وعارف كل إنسان بيبقى عارف اللي ليه واللي عليه اللي ليه واللي عليه. أنا بدأت في شركات خاصة في الأول بعد كده بنفس مجال البصريات ما غيرته ابدا من اول ما جيت هنا وقبل كده برضه. عندك خبره كبيره فعلا. حوالي 30 سنه ما شاء الله. وخلينا نكمل يعني قبل هيك اشتغلت بمصر. قبل هيك اشتغلت في مصر واشتغلت في السعوديه ما شاء الله. وبعدين جيت هنا من حوالي 10 سنوات كنت في ابو ظبي كنت في شركات خاصه في ابو ظبي وبعدين دخلت في الشركات الخاصه يعني تقدري تقولي حوالي 7 سنوات وبعد هيك 3 سنوات هنا في أشكال وألوان للبصريات. خطوة صعبة جدا وكانت مجازفة كبيرة جدا إن أنا أخذ خطوة زي كده وخاصة في شركات كبيرة جدا في السوق هي اللي بلع السوق كله هي اللي واخدة السوق كله. وبعدين دلوقتي العميل يعني أويرن للبراند كل العملاء حاليا أويرن للبراند عايزين اسم عايزين عشان في الاخر يقول انا اشتريت النظاره دي من الحته من المكان الفلاني. اهم حاجه في الاعمال كلها في الاعمال الخاصه كلها بشكل عام نظارات او غير نظارات المصداقيه. المصداقيه هي رقم واحد في كل شيء. لازم مصداقيه مع العميل 100%. العميل لو عنده مصدر شك لو عنده شك 1% ما بيرجعش ما بيرجع المكان. اهم حاجه توليد الثقه عند العميل. بعدين موضوع الفلوس يجي بعدين، بعدين الربح يجي بعدين. اوريدي الثقه اجت والعملاء استمروا معك هي المادة هتيجي بالظبط. وبعدين العميل هو اكبر مادة دعاية موجودة في الـ في الـ في الحياة. طبعا اول حاجة اول شيء بعد المصداقية الجودة. خدت بالك؟ والمصداقية ما بتكونش كلام بس. أكيد. ما تكون كلام ابدا. المصداقية حاجتين، كلام ويتبعها الجودة. أكيد. انما كلام بيع كلام ما 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 بتكون الكواليتي كتير تعبانة او انه ما عم بتبيع جودة منيحة بيفهم العميل دلوقتي. أكيد. ما الحين دلوقتي ما ينفعش تخدع العميل. والايام هاي فعليا صار صعب انه انت تخدع الاشخاص ببيع ما ينفع براند او مش براند ما ينفع. العميل ذكي جدا اللي بيعتبر السيلز اللي بيعتبر نفسه اذكى من العميل يبقى السيلز فاشل. اكيد. بالظبط. شو الخدمات اللي بتقدمها باشكال والوان؟ احنا بنقدم النظاره الطبيه والعدسه اللاصقه، النظاره الطبيه والنظاره الشمسيه والعدسه اللاصقه بانواعها الزينه والشفاف. والطبيه برضه والعدسات الطبيه برضك الزينه والشفاف. في شيء ما تعطي العميل شيء هو مش محتاجه. على اساس انك تحققي تارجت كبير او تحققي ربح كبير. بحيث انك تضحكي عليه. العميل اللي عايز حاجه مثلا ب 100 درهم ما تعمليش جامب لل 200 لان هو مش محتاج ال 200 مش هيستفيد بيها بالعكس ده ممكن تضره. صحيح. فهي احتياجات العميل يفكر انه انا بضحك عليك في هذا المكان انا ما بدي ارفع بالظبط. لازم تعطي العميل احتياجاته بالظبط. ما تعطي له اكثر من احتياجاته. هو محتاج مثلا شيء معين في عدسه معينه نوع معين لان انواع العدسات كثيره جدا كلها هاي بنرجع بنحطها تحت المصداقيه برضه تحت المصداقيه مع نفسك ومع بالظبط اللي قدامك بالظبط. المصداقيه رقم واحد. وبعد المصداقيه بقى الخبره. هي برضك لازم المصداقيه هتدعمها خبره. ما انا بصادق ازاي وانا ما عنديش خبره؟ ما انا لو ما عنديش خبره مش هديله الشيء المظبوط كل يوم لان العميل دلوقتي بقى يعني عنده مستوى من الذكاء كبير. صحيح. بيشوف السوشيال ميديا وبيشوف النت وبيشوف كل شيء بالظبط. ما ينفع تقولي العميل دي اخر شيء دي احدث موديل وهي مش احدث موديل. هو حيكون
لان هو عارف، هو اوريدي مطلع، هو شايف، هو عارف، واخد بالك. والله الحمد لله، يعني انا تقدر تقول انا راضي في ظل الظروف الصعبه، في ظل السوق المتدني حاليا والازمه العالميه، ودي طبعا على الجميع. فالحمد لله قدرت يعني تكون نفسي، وقدرت وقدرت اكسب ثقه العميل، والعميل بيجيب عميل وبيجيب عميل وهكذا. العميل الراضي بيجيب عدد كبير جدا، والعميل الغير راضي بيطفش عدد كبير جدا. طبعا اول سنه كانت بالنسبه لعدد العملاء كان قليل، كان يعني قليل بشكل واضح، لان طبعا ما في مش اسم لسه، ما ايه اشكال والوان البصريات لسه، يعني في اسماء كبيره جدا العميل حافظها والعميل عارفها، ولسه هيجرب جديد. وبعدين في التجربه في مجال الحاجه اللي بتخص الصحه بتبقى مجازفه من العميل، خدت بالك؟ فلازم يخش مكان يثق فيه 100% عشان يقدر يرجعه تاني. الشيء الثاني ان السنه اللي بعد كده زاد عدد العملاء جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان نفس العميل اللي اشترى السنه اللي فاتت جه اشترى تاني، صحيح. معنى ذلك انه هو راضي. الشيء الثالث ان العميل بعت عميل، لما شفت هي الناس الكاستمر الكاستمر بيبعت كاستمر، يقول لك انا من طرف فلان الفلاني، معنى ذلك انه هو راضي 100%، ومش كده وبس، ده وصى بينا كمان. الشيء الثالث ان في يعني في كاستمر بيجي كده بدون اي توصيات، لانه مجرد سمع يعني بمجرد انه سمع من الناس ان الشغل كويس والجوده كويسه والخدمه تمام والاسعار كمان. لازم الاسعار ما يكون مبالغ فيها، لسه في كتير الحمد لله، لان انا لمس التقدم، يعني الحمد لله انا لمس التقدم. فالتقدم بي 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 يعني يشجع انك يعني تخطي الخطوه اللي بعدها. بالظبط. والله خطتي المستقبليه ان يعني انجي الاسم ينتشر بشكل كبير جدا، يعني في الامارات وفي كل الدول يعني. طبعا الاسم ينتشر بشكل كبير ويبقى براند كبير وكل الناس تبقى عارفاه ويبقى متميز. الاسم بيشغل نفسه بقى، لان الاسم كبير والاسم فيه ثقه، يعني اي اسم لازم تكون وراه الثقه، اي اسم لازم وراه الثقه. والله دعم الدوله هنا كتير للمستثمرين، ودعم الشيوخ كتير، وكل الخطوات سهله جدا. يعني ساعات ما بتعملي اي ساعات ما تعملي اي مشروع بتبقى عارفه يعني راسك من رجليك، يعني كده عارفه اللي ليكي واللي عليكي، وعارفه كل شيء، وعارفه الخطوات اللي انت عايزاها. ما في حد بيتدخل في النص ابدا، الا لازم اجراءات، والاجراءات ماشيه على الجميع. لازم 1 2 3 4 5 6 وده ماشي على الجميع. بتبقى عارفه، تبقى خط ماشيه، بتبقى عارفه انت رايحه فين. ودي اهم شيء، اهم شيء الواحد ما يمشي يكون عارف، ما يكون رايح في التوهان، صحيح. لا، هو رايح لشيء معين وشايف الشيء وعارف انه هيوصل له او ما هيوصل له. ومن البدايه الناس بيحددوا الخطوات 1 2 3 4 5 وعلى الكل. لا ما شاء الله، هنا موضوع الامن كبير جدا ما شاء الله، والخدمات الامنيه كبيره جدا في كل الامارات، وكل الاجهزه الخاصه بالامن، الشرطه والكده، عامل في تناسق بينهم، وفي تماسك بينهم، وبيساعدوا الشخص المواطن او غير المواطن بشكل كبير جدا، بيحطوا مصلحه الشخص يعني اعلى من اي مصلحه ثانيه. اولا نوجه رساله الشكر لكل شيوخ الامارات، ويعني ونخص بالشكر المرحوم الشيخ زايد رحمه الله. هو طبعا اللي ارسى قواعد الامن والامان هنا في الامارات، وهو اللي حط السيستم بتاع البلد ماشيه ازاي ورايحه فين. والحمد لله البلد محبوبه من الجميع، الكل هنا، اكتر من 150 جنسيه هنا، الكل هنا واحد، ما فيش فرق بين انسان وانسان، كل الجنسيات هنا على مستوى واحد. وطبعا ده وراه ناس، ما يطلع كده من الهواء، لازم في وراه احنا بنحكي هم القاده، في وراه ناس عملت الحاجات دي، هي اللي عملت الخطوات دي، وهي اللي عملت السيستم بتاع البلد. فاصبح البلد لها سيستم معروف، الجميع واحد، الجميع متساوي على
صح. امام القانون صح. كمان نود يعني نخص بالشكر للشيخ خليفه الله يديله الصحه والعافيه. و هو طبعا خليفه هو طبعا خليفه لوالده ما شاء الله. أكيد. وهو اللي خد كل الخطوات من والده الله يرحمه. وطبعا كل الشيوخ متكاتفين عشان يطلعوا حاجه كويسه في الاخر عشان يدعموا الشخص اللي موجود هنا سواء مواطن او غير مواطن، سواء موظف او صاحب عمل، حتى الموظف اللي هنا برضك بياخد حقوقه كامله. ودايما الشخص بيبقى رقم واحد، يعني ساعه ما موظف يكون عنده اي مشكله كل الناس بتتكاتف عشان ينصروا هذا الموظف. صحيح. قيسي على ذلك بقى قيسي على ذلك بقى الاعلى بقى، اصحاب الشغل البسيط، اصحاب الشغل الاعلى، كله بنفس المستوى بنفس المعاملة، ما فيش فرق بين صحيح. انسان وانسان. صحيح. الكل هنا حاسس بالمساواه حتى يعني. لو عامل نظافه في الشارع برضك بيحس ان ليه قيمه لان البلد اللي هو فيها عملت له قيمه. طبعا اشكر صورتي الحمد لله اللي دعمني في كل خطواتي. واشكر طبعا اخص بالشكر طبعا المدام لان هي اللي دعماني باستمرار، وهي اللي جنبك. بالظبط بالظبط، هي اللي جنبي باستمرار وهي اللي دعماني باستمرار وهي اللي بتدفعني للامام. يعني ممكن بيكون في تقصير شويه ومن ناحيه الاسره ده، بلاقي في تشجيع وبلاقي يعني في بوش كتير يعني الحمد لله.